السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة بون بلون شانيل. لو بون بلون ديال اليوم كما شفتوا في العنوان من عند كيتايا، لقيناه ميزات زوينين كما كتشوفوا لي مابل باقي ناقصين فيهم، لي طابلة مونجي كاينين، هكا لي ديكوراسيون مبلا شوسور، يعني داكشي صراحة ناقصين فيه بزاف وكاين ما يدار. كما كنقول لكم ملي كيكونوا لي بروموسيون كنحاول نصور لكم كل شيء باش تشوفوا اشنو كاين. الا كيعجبكم فحال هذا لي فيديو ما تنساوش تدعمونا باشتراك بلايك وكومونتير، شنو الحوايج اللي تبغيونا اننا نصوروهم لكم. اول حاجه هما هاد لي مبل هادو اللي كما شفتوا دايرين 1700 درهم عوض 2800 درهم، وعلى حساب الشكل وعلى حساب لا كاليتي ديال العود كيختلف الثمن. بعد المرات راه كتلقى مبل غير ب 1200، كاينين ديال 900 درهم، كاين ديال 700. مهم على حساب الشكل وعلى حساب الكبوريه، واش كبير بزاف ولا صغير. مهم زعما لو بلوز امبورطون اللي خاصكم تعرفوا هو ان لي بروموسيون راه باقيين حتى ل 15 اكتوبر. كاينين دي زارتيكل لي اون ليكيداسيون وكاينين دي زارتيكل لي بروموسيون، يعني ليكيداسيون يعني ما غاديش يعاود يخرج فحال هذاك لو مبل، يعني كيحاولوا ينقصوا فيه اكثر من 50%. وعاد كاينين هكا لي مبل اللي ب 1300 درهم 1400 درهم كما شفتوا فحال هكا، كيجيو دي مبل يا اما ديروهم في لونطري ديال الدار، يا اما ديروهم رونجمون بالنسبه لا كويزين، بزاف كيديرهم في لي كولوار. مهم كيبقى لكم نتوما الاختيار وانتوما وشنو كتبغيو ديروا فيهم. هاد الكيتايه هادي اللي خاصني نشير لها هي كيتايه ديال عين سبع، حدا مرجان عين سبع، فيها بزاف ديال لي زارتيكل ملي حاولت نصورهم لكم كاملين باش تكون عندكم فكره اشنو كاين، وممكن لكم تشوفوا حتى في السيت ويب ديالهم ولا في الموقع الالكتروني ديالهم، تشوفوا اشنو لي شنو باقي عندهم سولدي ويقدو يليفريوكم حتى للدار، ولكن خاص لا كوموند تكون واصله 2500 درهم باش كيصيفطوها لك فابور حتى للدار. اللي حاولت نعطيكم كاع المعلومات باش تكونوا عارفين اشنو كاين. كما كتشوفوا بحال هاد لو مبل هذا صراحه ديري لي 995، راكم عارفين على برا غير في القيصريات اولا في الناس اللي كيبيعوا فحال هادو بشحال كيكونوا، يعني 1500 2000 درهم بشحال من مره كيكون الثمن ديالهم طالع. تما لقيتهم دايرين لهم 1190 وكاين ديال 995 على حساب الحجم، كاين اللي فيه متر و20 وكاين اللي فيه متر و9. كما كما شفتوا كيجي بلاكار في جوج وعاد جوج مجيرات، المهم على حساب لو موديل اللي نتوما بغيتو والقياس ديالكم، واهم حاجه هما القياسات تردوا معاهم البال. بالنسبه لي بلاكار كاين هذا ب 3000 درهم، كيجي فحال هذا الشكل هكا، فيه بلاصه فين تعلق، فوق منها اون ايطاجير كبيره، وعاد كاين اللي غادي قد يزيد ايطاجير الوسط. بالنسبه للجهه الاخرى فيها هكا لي زيطاجير فين تقدروا تحطوا الحويجات ديالكم وجوج مجهور. هذا كما قلت لكم داير 3000 درهم، راكم عارفين راه ام دي اف ماشي الخشب اللي عارف ما ديال يعاول عليه، الام دي اف راه معروف لا كاليتي ديالو. واهم حاجه هو ان خديتو من كيتايا ولا خديتو من ايكيا خاصكم غير تردوا البال حاجه، راه يمكن له يكون ام دي اف ويصبر لكم 10 سنين كما يمكن له يدوز لكم غير عام ولا عامين الا كنتو غادي تكرفصوا عليه وما غاديش تردوا معاه البال. يعني هذا الشيء اللي كنقول لكم هو انه باش حاجه تبقى لكم بزاف خاصكم ضروري تردوا معاها البال وتحافظوا عليها، ما توصلوهاش الماء، ما تبقاوش تمونطيو ديمونطيو فيه بزاف باش يبقى لكم مزيان فحال يلاه خديتوه. هاد البلاكار اولا لاغموار داير ب 4000 درهم حيت الحجم ديالو كبير كما شفتوا، وجا هكا اون بلون 4000 درهم عوض 4700 درهم. بالنسبه اللي كيقلب على حجم صغير هذا داير ب 1895، في بلاصه فين كتعلق بحال هكا، هادو اللي كيجيو بحال هكا فيهم غير جهه فين تعلق يمكن لكم تشوفوا مع النجار ويزيد لكم ايطاجير في التحت زعما في الوسط باش يبقى لكم عندكم بلاصه فين تعلقوا، وعاد دي زيطاجير كيما يمكن لكم تزيدوا حتى دي زيطاجير هنايا، يعني باش يبقاو لكم غير جوج تزيدوا شي ايطاجير واحده اخرى، وهكا غادي تستغلوا مساحات اكثر وتحطوا فيهم حوايج اكثر. هذا داير ب 2000 درهم صراحه، فكره ديال المرايا تما زوينه بزاف حيت الاغلبيه كيبغيو مرايا هكا طويله، يعني عاود باش تبقى عاد تقلب على مرايا تشريها هكا احسن من كتكون انتغري في البلاكار. انا كنحاول نحلهم لكم تشوفوا مزيان اشنو كاين الشكل ديالهم باش تتاخذوا فكره،
كنت لقيت كومونتير في الفيديو ديال كيتايا ان كاين اللي بغاو لي زارموار يشوفوهم وبغاو يشوفو كذلك هكا لي طابلا مونجي. صورت لكم هادو، كاينين شكيلات بزاف، كاينين بحال هادي دايره ب 2000 درهم، هادي اكستنسيبل يعني كتجبد، يمكن لك زعما كتهز 4 الكراسه كما كتهز 800 الكراسه على حسب انت الناس اللي عندك. هادي دايره ب 2495 درهم كما كتشوفوا. هادو راه بلا كراسه، راه كتشريو الطابله بوحديتها عاد كتشريو الكراسه بوحديتهم. الكراسه راهم غاليين كما عارفين، كاين من 800 درهم 900 درهم 1000 درهم، بحال هادو اللي حاطين هما كيجيو معاهم دايرين ليهم 900 درهم. يعني صراحه ننصحكم الا غادي تاخذوا طابله فكروا في الكراسه قبل، اولا خذوا طابله اللي معاها الكراسه ديالها باش ما تقامش عليكم غاليه بزاف. بالنسبه للطابل باس كاينه هذه ب 1500 درهم، ما ناقصيش فيها بزاف، مي صورتها لكم حيت كاينين اللي غادي يبغيو يشوفوا هكا شنو اللي باقي سولدي في لي طابل باس. كاين هاد لي طاجير، هادي دايره 395، هادي راها كبيره يعني زعما بالنسبه اللي غادي كفكره يبغي يحطها في كوزينه، يحط فيها دوك لي بوكو اولا القراعي ديال العطريه اولا ديال لي بات اولا شي حاجه راه غتجيهم مزيانه. بالنسبه للطابل باس هادي دايره 950 درهم، الشكل ديالها مودرن زوين. هادي دايره ب 1195 عوض 1500 درهم. يعني لي طابلو باس باقي ناقصين فيهم هما ولي مابل كما قلت لكم. هادي ب 1350 درهم حيت عاليه عليها والخشب ديالها شويه غليظ، يعني هادشي كامل داك كريتير اللي كيلعبوا بزاف الثمن. هذا دايرين لي هاد المبل 1590 95 1595 درهم. رجعوا للطويبلات ديالنا، هذه ب 4500 درهم ولكن راه كيعطوك معاها 4 ديال الكراسه، يعني عوض باش كتشري الطابله بوحديتها وعاده تقلب على الكراسه اللي غايجيو معاها وغيتقام عليك غاليين كما قلت لكم ابتداء من 600 700 درهم الكرسي. هذه كتهنى، هذه كذلك دايره ب 1895 درهم اكستنسيب في الابيض، يعني ملي كيكون عندك شي حد زايد كتزيد فيها، ما عندك حتى شي واحد هذا كتعاود تنقصها وكتبقى رابح المساحه. هذه دايره ب 5795 درهم كما كتشوفوا، الشكل ديالها زوين كتجي سامبل. وديك ساعات بالنسبه اللي بغى يدير ليها بروتيكسيون على لا طابل باش ما تطرى لها حتى شي حاجه، راه كيتباعوا دابا كاين بي في سي هذاك اون بلاستيك ترانسبارون غليظ 150 درهم جو بونس المتر كاري، هذاك زوين. هادي دايره ب 2500 درهم بلا كراسه حتى هي، كنحاول ناكد لكم انهم راه بلا كراسه، اللي كيكونوا بالكراسه راه كنقول لكم هادي راها بالكرسي ديالها باش تكونوا عارفين ان راه الثمن راه كيختلف. بحال هادي شوفوا غير الكرسي ب 1300 درهم يعني غالي بزاف. هادي ب 2195 درهم كيجيو معاها 4 ديال الكراسه كما كتشوفوا هكا بالحديد سامبل عاديين، ولكن يمكن لكم نتوما تحلقوا عليهم من بعد تاخذوا لهم هادوك لي كوسان اللي كيداروا في الكليسه ديالهم، تصاوبوا ليها شي ناب زوينه. المهم كيبقى نتوما والاختيارات ديالكم وشنو شهوتكم ديروا. وكاينه ديال الجاج ب 2295 درهم، وهذه صراحه بانت ليا ميزه زوينه. 1400 درهم فيها هذيك لاغموار لي بالجاج، ايطاجيرات فين يمكن لكم تحطوا لا ديكو ديالكم، و او ميم طون عندكم فين تحطوا التلفازه ديالكم، يعني ما بل دي في انتغري، يعني زوينه بالنسبه اللي عندهم شي حيط بقى خاوي بزاف ما عندكمش ما ديروا فيه. هذيك صراحه بونافير، يعني انا جاتني بونافير، كاين اللي غتجي غاليه. مهم بالنسبه ليا انا جاتني الثمن مزيان حيت غالي ما بل تي في راه كيتقاموا غاليين. بالنسبه للي كانابي كاينين 3395 درهم، شكيلات قينا المارون ولو غري ولو بيج، يعني باش تكونوا عارفين اللوينات اللي باقين. ونتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في الفيديو المقبل. تكون عجبتكم هذه المساريه في كيتايا، الى عندكم شي تساؤلات ولا شي حاجه بغيتونا نصوروها لكم قولوها لينا في لي كومونتير. ومرحبا بكم في حال ديما، ما تنساوناش بالدعم بارطاجيو الفيديو مع حبابكم باش هكا حتى حنا نتشجعوا نحطوا فيديوهات اكثر.